سي وسام وسنجور، اليوم نجوى حضرتنا موضوع يهم برشا لبيبي. اليوم باش نحكيو على لي كريش. كيما نعرفوا انه يعني الام والبو ولاو يخدموا تويكا، ما عادش عندهم وقت باش يتلهوا بصغارهم، ولاو يهزوهم للي كريش. نشوفوا مع بعضنا الروبورتاج هذا اللي حضرته زميلتي ابتسام عبد القادر، من بعد نرجع. مسؤولية كبيرة على خاطر الصغير، معناها في مسؤوليتك بوندون لا جورني الكل، نهار كامل الصغير عندك. براتيكمون ديما نقول ان صح التعبير المؤسسة التربوية اللي هي حضانة ولا روضة اطفال، بو امبورت، اللي هي دارو الثانية، هي البيت الثاني بالنسبة للصغير. تجي للغاردري؟ اي. ليش تبدا؟ نحب نشوف صحابي. مسؤولية كبيرة تتحملها يعني. بدون أدنى شك مسؤولية كبيرة برشا. علاش متعرفين لأي أذى؟ يلزم العبد، يلزم ديما نكون محطاطة فايقة، يلزم ديما اليقظة، يلزم ديما يعني فوا اتخ توجور بريدونت سافوار معناها كومون الكومبورتمون نتاعهم، يلزمني نفهمهم. دور المربي والله هو دور كبير برشا وهام برشا وحساس للغاية، على خاطر كيف ما قلت لك الصغير الساعة أول حاجة يزمك تاخذها، معناها الكوتي المهم بالنسبة للصغير هو الجانب النفسي. فما صغيرات شكون يرفض لك سورتو معناها لبداية السنة التربوية صعيبة برشا تتعدينا، علاش؟ على خاطر الصغير إذا كان هو أول عام في المؤسسة ذيكا مش سهل باش يستانس لك بالإطار اللي هو موجود فيه بالعباد اللي موجود فيها. فما صغيرات يبداو تبارك الله عليهم سوسيابل من اللول مستانس، فما شكون يبدا متعلق بأمه وبوه. قبل ما تحط ولدك في الكاردوري تسال مليح على الكاردوري، تعرف لي زانيماتريس اللي فيها، شنو ينجموا يضيفوا لولدك سورتو معناتها على في من ناحيه التربيه يعني. وي بيان سور، تعمل طلع على الكاردوري خاصه انا بحذاك في الحومه بعدها وين تخدم انت ولا سواء وين تخدم مرتك، باش تعرف معناها من هي الكاردوري اللي تساعدك اكثر، وكل معناها من الاول الكاردوري كل يوريوك معناها شنو ينجموا يزيدوا البلوس لولدك. بالنسبه للرياض الاطفالنا نحن الاعمار تتراوح بين 3 و5 سنوات، في 3 سنوات عنده برنامج معين، في 4 سنوات عنده برنامج معين، في 5 سنوات اللي هو بالنسبه لنا نحن السنه التحضيريه، معناها انت باش تحضر الصغير معناها للبدايه المشوار الدراسي نتاعو. اهم حاجه هي لي بون مانيير ولي موفيز مانيير، السلوكيات عند الطفل هذه اهم حاجه، على خاطر كيف ما نقول ديما ونعاود ونقول راهي البيداغوجيا ماهيش هي قرايه، ماهوش تعليم، رياض الاطفال والمحاضن هي بدايه، هي مفتاح للدراسة. إذا أنت الصغير من عمر 3 سنوات و4 سنوات باش تحطوا طاولة وكرسي ويقرأ، أي ديجا هو كيف شي يجي ما هوش أليس. كيفاش تتلهيو بيهم الصغار في ماكلتهم كل يوم؟ ماكلتهم كل يوم البنيات يعطيوهم اللمشة وينين طيب، لبسوهم لي بافوار قبل ما يقعدوا للفطور، ومن بعد اللي يقعدوا الفطور يعطيوهم كلمة معناتها نتاع الدعاء نتاع الفطور، ومن بعد اللي نبداو بالصلاة ياكلوا على راحتهم، ومن بعد تالي احنا ندوروا عليهم الا ما يكملش احنا نكملوا له بالسياسة، ايا انت بطل انت باش تولي تغلبهم، يعطي ثكين راهو الماكلة باش تكبروا كيما ماما وبابا، تمشوا للمكتب تلقاو روحكم باش تقراوا بالباهي،
فهمت؟ ولا يبدا متقلق مريض ولا هذاك معناتها كاخر نعطيوه الدواء ونوكلوه ما نغصبوش عليه كي يبدا مريض. نجوى محلية الموضوع اللي جبتونا لمصباح، كان زيد تفسرنا أكثر. كما قلت لك رانيا أنه يعني الكريش هي الدار الثانية متاع الصغير، وبرشا أولياء تويكا ولاو يخدموا معاش يلقوا وقت أنهم بشيت لهم بصغيرهم، يعني الصغير نهزوه من الصباح لليل، هو يبدأ عند المربين ذوما يعني عائلته الثانية، وعندهم ديميتاد يعني خاصين بهم أنهم يتعاملوا. فما أنشطة كبيرة كما نعرفوها في الكريش، يعني يقوموا كما الرقص كما المسرح كما الحاجات ذوما الكل، يعني باش يرفهوا على الصغير. حاجة أخرى زيدة، فما يعني مراقبة للمحاضن هذوما ورياض الأطفال هذوما تقوم بها يقوم بها الإطار التفقد والإرشاد البيداغوجي، يعني مراقبة المحاضن هذوما من ناحية تربوية ومن ناحية الإدارية، إلى جانب يعني وزارة الصحة زادة تقوم بالمراقبة هذه. كما نعرفوا يعني فما جانب صحي في المحاضن هذه، يعني الصغير كي يجي لازم أول حاجة لازم يكون يعني عنده سيرتيفيكا ميديكال اللي هو يعني لبس عليه ما ينجم باش نبعدوا على الأمراض والحاجات هذه الكل. حاجة أخرى يعني فما قانون، فما كراس شروط سي وي سي من نظم المسألة هذه، كما باغ اكزومبل باش نعطي اكزومبل، يعني مش نحكي فيهم الكل كراس الشروط هذه، باش نحكيوا على يعني المحاضن هذوما يلزمهم يكونوا ما يكونوش في ليكاف، يكونوا في أقصى تقدير يكونوا في البروميي ايتاج باش الصغير ما يتعرضش لحاجات أخرين. حاجة أخرى يعني يكونوا عندهم سلامة صحية، يكونوا يعني الإطار التربوي الكل، يعني عنده دراسة بالطفل والطفولة والحالة النفسية متاحة متهيئ باش يتعامل. كما نعرفوا يعني برشا تويكا صغير ما يتأقلمش من اللول، يقول لك كما كنا نشوفه في الغوبورتاج أنه ما يتأقلمش مع الأطفال هذيك، يلزمهم يقعدوا معاه ويحكيوا معاه ويوعيوه، يعني كما نعرفوا أنه الصغير برشا مغرومين بأمهم وبوهم، دونك من اللول كي باش نهزوهم للكريش مش باش يقبلوا الحاجة هذيك، دونك باش يولي برشا يعانيوا من المشاكل هذوما. وقتها يعني المربي والإطار التربوي الكل اللي في الكريش هذوكم يقوموا بمجهود كبير برشا، واللي هو يوعيوه، خاطر كيما نعرفوا يعني من الصباح لليل الطفل في المحضنه هذيك يتلهوا به من ناحيه الصحه نتاعو، من ناحيه القرايه، من ناحيه الانشطه الثقافيه اللي يقوم بها الطفل، من ناحيه زاده اخرى كونهم يعني التربويه من ناحيه التغذيه، دونك يعني فما انشينمون كامله كلها قاعدين يقوموا بهم، وهذا الدور بالحق انا نعتبره مهم في رايي، انه نلقاو حاجات كيما هكاكا. وحاجه اخرى يعني كانت سنه 2011 شهدت يعني دعم برامج الاحاطه بالطفوله واعداد صياغه الخطه العشريه الثالثه للفتره الممتده ما بين 2012 و2021، ونسبه التغطيه برياض الاطفال لسنه 2011 كانت 35%، يعني هما يحبوا يوصلوها ل 50%. وعدد المحاضن في تونس عندنا 235 محاضنه، وعدد دور رياض الاطفال 3662 روضة في تونس. دونك يعني يسهروا على الخدمات الصحية والرعاية النفسية للطفل والانتوغاج متاع الطفل الكل، يعني يقوموا بالحق بحاجات صعيبة في حد ذاتها، يعني شوفوا المربين انها صعيبة، خاطر صعيب باش تتأقلم يعني مع الطفل وباش تربيه وباش نهار كامل كيما نعرفوا يعني الطفل هذايا باش يقوم بالتأقلم مع اصحابه. سنقول تمشي الكريش انت ولا اي؟ انا مسيت الكريش مرة الاولى ما حبيش نقعد، خاطر انا ديما مع ماما، وبعد كيف جابونا الاخصائي النفسي قاعد يحكي معايا وفهم فيا بشوية بشوية، مش من النهار الاول قبلت، من بعد زي وليت ديما نحب نمشي وعملت برشا صحاب وكا هاي باش يتم زيد الخلط ما بين الكريش والروضه، خاطر اخصائي نفسي اللي فما اخصائيين نفسيين في فما يا بيبي ما يعقلش عليهم. هي ديجا من 3 سنين من ملي تولد حتى كش لل 5 سنوات. اي انا مشيت في عامين وقتها صح.
صحيح. وباش يتم زيد العمل على مزيد تطوير مضمون التكوين وبرامج تأهيل لإدارة روضة الأطفال زيدة، ومواصلة البرنامج تكوين الإطارات العاملة بالمؤسسة هذية، وزيدة باش يشجعوا الكريش هذوما والروضات هذوما في الأرياف، وباش يكون يعني فما برنامج كامل ديجا باش يعملوا. هذا يكون عجبك وسيم الموضوع. يعجب لي نشعار في كل زنقة روضة. كل زنقة كريش. اخسي نجوى المعلومات. زنقة دار دار. اخسي نجوى المعلومات اللي جبتونا ذوما القايمين. ان شاء الله تكون فقرتنا عجبتكم. ان شاء الله يكون ضيفنا عجبكم زيادة. مخسي سي وسيم. عجبني يا رانيا. معاش يخاف من ولينا الشوحة. نمشي نلعب مع أولاد. ميرسي بوكو سي وسام اللي قبلت لانفيتاسيون نتاعنا. شكرا. وربي يكون معاك في المسيره نتاعك وفي حياتك. بارك الله فيكم. شكرا قناة تونسنا معنا على الاستضافه. نعيشك سي وسام. وشكرا لبعث القناه.